السلام عليكم يا إبراهيم. أول ما تربط السلك تسوي بهذا الشكل وتعد أربعة، 1 2 3 4، جي تقص بهذا الشكل. الخطوة الثانية هي يا إبراهيم بهذا الشكل، دخل هذا في الوسط هنا وهنا، ترجع تسحب يا حبيبي وتسوي هنا قبله بالضبط من حيث هذا الخشوف، وتسوي هذا بهذا الشكل كمان، وترجع تسحب تسحبه، وبشرط انه يكون من هنا متساوي تمام، وتلفه بعدين هذا هنا وهذا هنا بهذا الشكل، وتدخله في هذا المكان، وهذا في هذه الجهة الثانية، وترجع بعدين تسحبها إلى وين؟ تسحبها إلى تحت. الآن يا إبراهيم بعد ما دخلنا في هذه الخطوة الأخيرة، هذا من حيث هذا الذراع تعطفه بهذا الشكل، وهذا تسويه بهكذا، من شان إيه؟ من شان تضغطه تمام، تضغط هذا وهذا الاثنين، تضغطهن، السلك طبعا ينسحب ويتقوى، وتلفه لفه لفتين ثلاث يكفي. ترجع لهذا الثاني تسوي هذا بهذا الشكل الزرادية، تعطف ذا كذا وتضغط كذا، هذا تضغطها وهذا تضغطه، وتخلي هذا مثل الأوتار، مثل الأوتار، بعدين تمسك كذا وتلف وتلفه بقوة تمام، تدخله بهذا الشكل، يكون هكذا مضبوط. شوف كيف يسوي هنا معك، هذا الموجب، هذا الجهة الموجبة، وهذا الجهة السالبة، بتسحب اثنين سلوك يا إبراهيم من البطارية حق السيكل حقك الموتور، وبتركب ليش اللوح الشمعي، وبتدخله في هذا المكان، وبتطرحه بهذا الشكل فوق السلوك، بعدين بتجيب السلك الموجب والسالب هنا، وبتسوي شرط خفيف جدا بحيث ان السلوك تحمى الشمعي ينطبق عليها، لا تزود الشرط، ليه؟ لان السلوك بتسخن وبيتقطع الشمع وبيسقط في الارض. حاجة بسيطة اللي ايش؟ اللي تسخن السلوك وتحط الشمع، الشمع يسخن شوية وينطبق فوق ايش؟ فوق السلوك فقط، وتوقف الشرط وترفعه بهذا الشكل، من شان ايه؟ من شان يكون مضبوط وتسنده، خلاص يكون جاهز. السلام عليكم. الله حياكم الله يا شباب. طريقة تثبيت الشمع بالكهرباء، هذا الموجب والسالب وبهذا الشكل، أول ما يطلع على طول اسحب يا خليل، اللي بعده بكل بساطة وكل أريحية، شاهد أول ما تشوف السلوك تبدأ تخرج وأنت ترفع على طول، خلاص يلا اللي بعده واللي بعده، وهكذا تشتغل بأريحية ولا في أي تعب ولا في أي مشكلة. يلا اسحب يا خليل، وها واللي بعده، وهذا طريقة بسيطة جدا وسهلة، أسهل من أي طريقة أخرى، اللي بعده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.